الآن في خيمة من الخيام اللي بتدخل الداخل السوري، بنشرح لكم عنها لمن أحب أن يتبرع ويستر أسرة مسلمة من شدة البرد والصقيع والمطر اللي قاعدين احنا نشوفها الحين في الخارج. الخيمة هذه يا جماعة تتكون من ثلاث غاطات، يعني ثلاث طبقات، فيها عازل حراري، فيها مكان للصوب مثل ما تشوفون اللي هي الدفايات، فيها واقي الأرضية عن المطر والماء إلى آخره. هالخيمة تتسع لستة أشخاص، يعني أسرة من ستة أشخاص. اللي يحب يساهم معنا في قطر الخيرية في إغاثة إخواننا، احنا عندنا 1000 خيمة الآن بتدخل الداخل السوري كدفعة أولى. فاللي يحب يشارك في هذا الخير، يحب يستر إخوانه، لأن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والستر هنا معناته ستر عيوبه ومغفرة ذنوبه في الآخرة عن الملأ. فالله الله في إخواننا في الداخل السوري.